ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو الحريف. لسه بنكمل كلامنا عن أولادنا والامتحانات والتغييرات اللي حصلت معاهم عن زمان، وليه في حالة من اللامبالاة عند الأولاد في فترة الامتحانات. هنتكلم في كل المشاكل دي ونستفسر مع الدكتورة لميس مكاوي، مدرس الطب السلوكي وإعاقة الأطفال بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور، منورانا. أهلا بيك يا حبيبتي، منور بيك. استغاثات الأمهات، المشكلة الأزلية اللي بتحصل في وقت الامتحانات، وفعلا فعلا حقيقي بقى في تحول غريب من الولاد وقت الامتحانات واحساس باللامبالاة. صحيح. انا عايزه اعرف ليه. انا تحديدا محتاجه اعرف. هو بس خلينا نقول ان التحول للامبالاة ده بقى في اسلوب حياتهم عامه، مش بس في فتره الامتحانات. يعني الولاد في العموم دلوقتي طريقتهم معانا بقت ابرد، نقدر نقول ان هم يعني مستفزين اكتر شويه عن زمان. احنا مشكلتنا بقى كامهات بتنحصر ان احنا بناخد خط التعليم والمذاكره كانه حاجه حياة أو موت، وبنخسر كل مشاكلنا حواليه، رغم أنه هو خط من خطوط الحياة. يعني هو حاجة من الحاجات، لكن إحنا دايما بيبقى الثواب والعقاب، أنه شاطر أو مش شاطر، أنه كويس أو مش كويس، مرتبط دايما بالجزء الأكاديمي بتاعه. فالطفل لما بيتحصر في النقطة دي بس ويحاول أنه هو يهرب منها وهو مش عارف، بيجي بعد فترة يعمل إيه؟ خلاص، مش هو ده اللي أنا مش عارف أعمله واللي أنتوا عايزينه، خلاص يعني ما بقتش فارقة كتير. اوكي. فاحنا لو ابتدينا نحاسبهم على ان في حاجات كتير قوي تانية مهمه، التعليم جزء منها، وانا اوكي عايزك تبقى كويس وشاطر وتبقى بريزنتبل وتبقى نمرك كويسه، الامور بتهدى شويه. لكن هي الامور بتبقى صعبه امتى؟ لما احنا بنخسر كل حياتنا، ان فتره الامتحان دي كانها سجن. الولد بتحس ان احنا اعلنا الحرب. مظبوط. مفيش تمارين، مفيش خروج، مفيش دخول، مفيش. احنا قدامنا اسبوعين معركه، السريخ طالع من كل الشقق. الامهات حاجه بتطير. الامهات كلهم اعلنوا حاله الحرب، ودلوقتي كمان بقى في حاجه بتوتر الام كمان، جروبس الواتساب والورق اللي بيتبعت كل شويه من كل بما اني ام برضو وبشارككم نفس اللحظه. فانا حاسه ان احنا في حرب فعلا. يعني الفتره اللي هي كام ساعه المفروض نذاكر فيهم بدل ما كنا مركزين وممكن نراجع او اللي كان حاجات زمان، لا ده احنا الحقوا فيه كذا، فكل الامهات تتجه للحقوا ده. فبعد فتره الولاد على فكره بتلوس كنترول اسرع مننا. يعني خلاص بيحس ان هو الموضوع خرج عن السيطره، ومامي كده كده متعصبه وانا كده مقصر. والابهات بيهربوا، يعني بيرجعوا بيرجعوا البيت بعد فتره المعركه، برضه بعد ارض المعركه ما تكون انتهت، لان فعلا بيبقى ستريس عنيف جدا جدا. فالحل ايه؟ الحل ان احنا نقول لهم احنا بنحاسبكم على الجهد مش على الدرجات. انا بعمل كده والله. دي بتفرق كتير. يعني زي ما بنقول لاولادنا احنا بنعاقبكم على التصرفات، مش بنكرهكم انتوا. لان كتير قوي من ولادنا بترتبط عندهم فكره العقاب ان ماما ما بتحبنيش، لا انا زعلان من تصرفك مش زعلان منك. ودي وفرق كبير قوي هنا بين الجزء المعنوي. مفيش مشكله انا ابتدي اعاقب ابني وانا بقعده على حجري وبفهمه مشكلته كانت فين. مظبوط. غير لما اعنفه واقف قدامي متذنب وكل تعبير وشي بتبين ان انا زعلان. هو الطفل اقل من 5 سنين بيفتكر ان انا بطلت احبه، مش ان انا متضايق من تصرفه. فهم الاطفال شويه محتاجين شويه، هم محتاجين يعني هدوء. اكيد انا مع يعني مع 100% ان الهدوء في التربيه ده اساس اي شيء. يعني فكره الحاجات اللي بتصير دي مش الحمد لله مش عندي. مفيش يعني. طيب اسالك على حاجه، يمكن وحضرتك بتتكلمي بتقولي جروب الماميز وبيبعتوا ومش عارفه ايه والكلام ده كله، خلينا نقول ان الامهات دلوقتي التعليم بالنسبه لهم بقى زي العربيه الجديده والبيت الجديد، الفيلا اللي في مكان معين، فانا ابني لازم يتعلم تعليم معين وكذا وكذا. وانت قلتي حاجه حلوه قوي انه التعليم هو خط من الخطوط. ازاي بقى الام هي نفسها تبتدي تدخل في قناعتها انه مش لازم ابني يطلع دكتور ومهندس ويجيب الفول مارك، لانه المدرسه بيبقى فيها 300 طالب، مش معقوله كلهم هيجيبوا فول مارك. ده بالعكس، ده اللي هيطلع اوت اوف ذا بوكس في تفكير تاني هو اللي هينجح دلوقتي. كل الحاجات اللي احنا تربينا عليها زمان، التوابيت اللي احنا تربينا عليها زمان دي هي توابيت خاطئه او اصبحت لا تصلح لمجتمعنا الحالي او لوقتنا الحالي. هو الفكره ان احنا زمان كان تعرضنا كلنا كامهات او كمجتمع متشابه، يعني كان في قناتين في التلفزيون، رمضان في البيوت كلها شبه بعضه، شكل البيت، شكل اعياد الميلاد، شكل الخروجات كلها كانت شبه بعضها، وبالتالي كانت نسبه تعرض الاطفال للاختلافات قليله جدا. فالامهات ما كانش عليها الاسترس ده، لكن مع السوشيال ميديا اللي ظهرت الاسترس مش بس على الاولاد، على الامهات كمان، لان بقى في ترندز وبقى في بيكتشرز وانستجرام، وبقينا عايشين كلنا حياه اللقطه. انا بقول كده دايما، كلنا عايشين حياه سناب شات، لقطه واخدينها احنا مش عارفين وراها ايه. فبقت كل ام عايزه كمان التعليم واللبس والخروج يبقى لقطه، جزء من اللقطه، لان هي بالنسبه لها هو ده اللي هي بتفوكس عليه،
مش بتفوكس على جودته بيتقدم لي. فاصبحنا كلنا غصب عننا بنجري ورا ولا حاجه، كلنا بنلف ونجري احنا واولادنا ورا حاجه. وده بالظبط المشاكل اللي حتى عند اولادنا لما يجوا يتكلموا على ترندز، حاجات معينه في الهدوم عايزين، براندز معينه عايزين يلبسوها، او صور معينه عايزين ياخدوها، او فلترز معينه بيتصوروا بيها. ليه؟ لان هي دي اللقطه اللي هم قاعدين مستنيينها. فهي بالظبط القناعه بتبدا من عندنا احنا، لما نبتدي نبقى احنا من جوانا مقتنعين ان احنا مش بنعمل ده عشان حد، احنا بنعمل ده عشان ولادنا. انت بتنجح عشان انا عايزك ناجح، مش عشان لما اقول ان ابني دخل كليه الطب او ابني دخل كليه الهندسه يا فرحتي. مش هي دي نهايه المطاف. دكاتره في مليون دكتور، انا دكتوره في زي كتير قوي قوي. الناس اللي بقت بتفكر بقى بطريقه مختلفه، الفيرتشوال رياليتي والحاجات ال 3D والتفكير اللي فيه ايمجينج وفي تكنولوجي، هو ده اللي احنا عايزين ولادنا يروحوا ليه ونعلمه لهم من دلوقتي. لكن الاسطمبه اللي كنا متعودين عليها زمان دي مش هتنفع خلاص، يعني لازم احنا كمان نتخطاها. فده بيحصل امتى؟ بيحصل لما هم الولاد يحسوا ان دي قناة. على فكره الولاد حساسين جدا وبيعرفوا يلقطوا كويس قوي الام عايزه ايه. وعشان كده في ولاد بتعرف تبقى في البيت حتى تلعب على كذا، يعني تبقى عارفه تتكلم مع باباها ازاي، ايه الحاجات اللي تطلبها من بابا وايه الحاجات اللي نطلبها من ماما وايه الحاجات الايجابيه اللي اقولها ليه، لان هو عارف كل واحد بيحب ايه. فهي الفكره عندنا احنا، لو احنا عندنا قناعه ان احنا بنعمل ده عشان انت تبقى كويس، انا مش مستنيه منك نمر، انا عارفه ان احنا مشوار زي الرحله، هو التعليم ده رحله، احنا المهم ان احنا نقطع الرحله دي كويس مع بعض، مش مهم ابدا نشوف نتيجتها وصلت لفين. انت بتتعلم في كل مرحله. وعلى فكره انا دايما بقول كده لجروب الامهات في المدرسه، انا من اكتر الامهات اللي مثلا ما بهتمش قوي بالدرجات تقريبا، من كتر ما الواحد يعني ذاكر كتير وامتحن بيبقى حاسس في الاخر، فاهم ان في الاخر مش هو الامتحان ومش هو الكليه، ده قد ايه انت كرييتيف، قد ايه انت بتعرف تعبر عن نفسك. طب ما مثلا في 100 دكتور هل كلهم زي بعض؟ لا طبعا. لا، في اللي بيعرف، في اللي عنده ملكه ان هو عنده سوشيال سكيلز كويسه يتعامل مع الناس، في اللي شاطر فعلا بس مش قادر يشرح نفسه او يعرض الشطاره اللي عنده دي كويس. فكل ما احنا اكتشفنا الموهبه اللي في اولادنا ايه وحطينا ايد عليها من هم صغارين واشتغلنا عليها، هو ده النجاح. مش نجاح الدراسه خالص. صح مظبوط. طيب انا هم انا يعني اوريدي بعمل حضرتك بتقوليه ده، انا ما بيفرقش معايا الدرجات، بس دلوقتي انا عايزاه، انا اهم حاجه عندي اللي دايما بقولها الفعل، طالما بتشتغل وبتعمل اللي عليك تمام، ودي امكانياتك ودي قدراتك تمام. صحيح. المشكله بس اللي متقابلها مع الولاد انهم غير المدرسه انهم بيبقوا مركزين في حاجه واحده في حياتهم. انا عايزاك تفتح كذا سكك، تقدر تعمل ده وتعمل ده وتلتزم في ده. لما انا اوجهه مره واثنين وثلاثه، ما انا ما عنديش غير الكلام، انا صحيح. يعني اعاقب ازاي؟ يعني لما ما يستجبش لكلامي بدون ما ازعله، يعني سيبنا من الضرب طبعا ده مش طبعاً. مش موجود خالص. ساعات التهديد بيبقى اصعب بكتير من الضرب، تحس ان الولد بيتاثر نفسيا. طبعا. طب املكه ازاي؟ يعني طيب. اخليه يعمل اللي انا عايزاه برضاه مش عشان يرضيني برضه. طيب هو ده برضه هنرجع فيه لسن الولد، طفل قد ايه؟ احنا اولا ما فيش عندنا عقاب اقل من سن 5 سنين. اوكي. اقل من سن 5 سنين احنا بنحرم الطفل من الحاجه الايجابيه اللي احنا بنقدمها له. وفي قواعد عمل العقاب، يعني رقم واحد ما بنعاقبش لو الولد اتاذى، يعني مثلا طفل كان بيلعب ووقع. ما اقولوش احسن شفت ما هو اسمعي الكلمه دي طبعا تستاهل. دي كلمه مشهوره جدا عند كل الامهات، او حاجه بتعمل كده ببقى عايزه اروح انا اسف. بنشوفها كتير قوي 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 في النادي واحنا في البيت، هو عمال يلعب وهي مثلا قالت له مره او اتنين ما تطلعش على الكنبه، وقع اول كلمه تقولها له ايه؟ مش قلت لك؟ احسن. مش قلت لك؟ وتحسي ان احسن فيها غل كده، بتبقى فيها شماته شمتنا. احنا في قاعده عامه بتقول ان لو الطفل اتاذى، اتاذى يعني اتعرض لالم، وقع، اتخبط، اتلسع، ما بقاش انا كمان بعاقبه، خلاص هو اوريدي اخذ عقاب. صحيح. ممنوع العقاب اللي فيه ايذاء، والايذاء النفسي اللي حضرتك اتكلمتي عليه اهم كتير قوي من الايذاء البدني. ما انت طول عمرك فاشل، يا نهار ابيض، ما هو انت كده، ما هو انت عمرك ما هتبقى كويس. الكلام ده بيوجع وبيعلم اكتر بكتير من الضرب. على فكره الضرب بتبقى حاجه في لحظتها وممكن تتنسي، انما الكلمات دي اللي فيها تنمر او اللي فيها نوع من انواع الايذاء النفسي تفضل مع الاطفال فتره طويله. ممنوع جدا انا كأم اعاقب وقت الغضب، يعني اذا كان حصل حاجه وانا عارفه كويس او انا استفزيت منها جدا ومتعصبه جدا، يا ريت اقول له احنا محتاجين بس شويه وقت نفكر هنعمل ايه. طيب حاجه مهمه قوي برضو في العقاب ان يبقى في وقتها، يعني ابني زعلني في موقف اجيبه اتكلم معاه اعاقبه الموقف خلص، ما ينفعش بقى في موقف تاني اقول له انت فاكر انت عملت ايه من شهر؟ ما احنا عشان كذا وكذا 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 هنتحرم من كذا. لا، العقاب على قد الفعل في وقتها. طيب مهم قوي في الاطفال اللي اقل من 5 سنين ان العقاب يبقى بدعم معنوي، يعني انا اجيبه اقعده على حجري واقول له على فكره انا بحبك ومش زعلان منك، انا زعلان من اللي انت عملته. طب احنا عملنا ايه غلط؟ تعال نفكر عملنا ايه غلط. لما الطفل بيعيد الكلام ويقول الغلط اللي هو عمله عاده بيبقى فاهم ومستوعب هو عمل ايه. طبعا ده في الفتره الصغننه. اوكي. طيب المراهقين بقى
يعني 12 سنه ده يعتبر ايه؟ 11 ده مراهق، ده بدايه المراهقه من اول سن 10 سنين مراهقه. احنا زمان كنا بنقول مراهقه من اول سن 12 سنه أوكي. لكن مع السوشيال ميديا والتطور اللي حاصل، لا احنا من اول 9 سنين بنعتبرهم مراهقين صغيرين. لان كل الاكشنز بتاعتهم كمان بتبقى فيها تعبير عن الشخصيه وعايز يثبت نفسه وعايز يقول، بالذات الولاد. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه لو احنا متواصلين من زمان قوي معاهم وبنتكلم، فبتبقى في مساحه من الاريحيه ان هو بيسمعني. المشكله بتيجي لما بنحاول نصاحبهم when it's too late. يعني اجي اصاحبه وهو مراهق وهو مش عايز يصاحبني اصلا. هو بقى ليه اصحابه وليه ناس اللي بيسمعه. لازم اكون عارفه ان في السن ده ابني مش هيسمع لي، اكتر ناس بيسمع لهم صحابه. فانا كل ما كنت قادره اكوميونيكيت مع المجتمع بتاعه ده، اعزم صحابه في البيت، يبقى اصحابه دول ناس امهاتهم شبهي او بنفس طريقه تفكيري، كل ما ده هيخلي الاتجاه يبقى اسهل. اوكي دكتور، من غير اقطع كلامك فضل. الكلمه اللي قلتيها، هو احنا مفروض نعرف ناس شبهنا ولا ونعود نفسنا ونعود عيالنا ان احنا نعرف ناس شبهنا، ولا نعود الاطفال انهم يعرفوا كل الناس حتى لو شبهك او مش شبهك، ويبقى عندك الشخصيه الصلبه اللي ما تتأثرش؟ لا، لازم اعود ابني على الاختلاف، يبقى فاهم ان احنا ناس مختلفين، لكن الطبيعي اللي حوالينا اللي بنرتاح معاهم غالبا هيكونوا اللي شبهنا. لكن لازم نعلمه من سن صغنن قوي يتقبل الاختلاف ويتقبل الاخر. انت ولد انت بنت، كل واحد فيه ليه خصائصه وليه طريقته وليه اسلوبه، لازم يتقبلوا الاختلاف. الاختلاف ده اختلاف في الشكل وفي النوع وفي الدين وفي الطريقه وفي المعامله وفي كل حاجه، لكن غالبا اللي بيبقوا اصحاب ولادنا هم اللي بيبقوا مرتاحين معاهم، فدول لازم يكونوا الى حد ما شبهنا. السوشيال ستاندرز بتاعتهم واحده، شبهنا بطريقتنا باسلوبنا، لان هو ده اللي بيعمل الصدام. ان احنا نيجي يبقى صاحب ابني من مدرسه مختلفه خالص، مدرسه فكريه اقصد مش مدرسته، فلاقي نفسي بصطدم. ليه؟ لان انا مش قادره اسيطر على الموقف لانهم مش شبهي. فكل ما كان من سن صغير هم شبههم وشبهنا، ده بيبقى كويس. انا اللي اقدم لما يكون ابني انا مختلف معاه، بيتفرج على التيك توك مثلا. دي من اشهر الاسئله اللي بتجيلي، دكتوره التيك توك وابني بيمثل او بنتي بتعمل قدام التيك توك، انا اجي اتفرج معاه التيك توك، وريني اتفرج عليه. الله، طب تعالى. انا على فكره بصور تيك توك مع اولادي وبنزله على صفحتي. ليه؟ لان في، عشان يحس ان في حاجات فيه اكسبتد، مش كل التيك توك وحش، فيه في حاجات فيه بتقدم خبرات حياتيه في التربيه، في التخييم، في الانترتينمنت. هي جزء يعني بالظبط، مش حاجه قليله، هي جزء بالزبط. مهم لما اولادي يجوا يسمعوا مهرجانات وانا رافضه اني اسمع المهرجانات مثلا، لا اسمع معاهم الاول. طب تعالى الله، طب بيقولوا ايه؟ انا كتير قوي اقول له طب لا فصل لي كلام، لا انا مش عارفه. لما هو بيحس ان انا شاركته بيجي يشاركني، حتى طبعاً. لو كان على مضض يعني، حتى لو كان هو بيعمل ده مش متقبله قوي في الاول، بس هو بيعمله ريسيبروكال لان انا شاركته. فيبقى انا هنا اللي فتحت مساحه للتواصل، فاجي اتكلم معاه على فكره انا فاهمه متفهمه ان انت اصحابك اهم من الناس عندك دلوقتي، انا عارفه ان انتوا طريقه تفكيركم مختلفه عني. لما الولاد بتسمع مننا احنا الكلام ده، ان احنا بندي ابروفل لان انتوا مختلفين، بتدي يفكر ويعيد الكلام تاني ان لا انا محتاجه اسمع كلام مامي. في حاجه مهمه قوي اخيرا، اسفه، الجدول بقى. لازم يكون عندنا جدول بنعمل فيه حاجات بنملاه، والجدول ده يكون في اخر الاسبوع ليه بالنتي، خروجه، فسحه. بس ما يبقاش الجدول ده ليه علاقه بالمذاكره، المذاكره نقطه في الجدول طبعاً. لكن مثلا رتب هدومك. احنا هنقول موضوع الجدول، بس قبل ما نقوله في نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها. في ثلاث انواع دلوقتي من الاطفال، في الطفل العنيد والطفل اللي عنده خوف. احنا بنتكلم دلوقتي على جزء الامتحانات طبعا. في طفل عنيد ذاكر مش هذاكر كويس، في واحد تاني بيترعب من الامتحانات فما بيذاكرش فبيبقى كل حاجه بتبوظ، الثالث المشاغب اللي هو ايه عنده فرط كتير حركه ما تعرفيش تقعديه كده اللي هو انا. الطفل اللي عنده رهاب للامتحانات ده اخفهم، الطفل اللي بيخاف من الامتحان ده اخف طفل فيهم في علاجه. ليه؟ هو بس محتاج يتحط في سيتنجز او في طريقه بوضعيه الامتحان. يعني محتاج ان ماما في البيت تقول له يلا هنعمل تايم ونحط ورقه ونشتغل كانه في الامتحان. لما بيمارس ده بالتمرين مره واثنين وثلاثه ده بيدخل الامتحان ما عندوش مشكله خالص. هو بتبقى مشكلته في الخوف من الامتحان، توتر. طيب الطفل المشاغب اللي حركته كتير ده بيبقى طفل لطيف على فكره، بس هو بيزهق بيمل بسرعه. وده غالبا هتلاقيه بيوقع الاقلام ويجيبها. هيجوع في نص المذاكره. كنت بصلي الحمام لانه زي 10 قروض يعني، كنت بصلي اصلي بجد كل الصلوات وقت المذاكره. ايوه دمه خفيف، هيطلب الاكل، هيطلب الحمام، هيفتكر كل الحاجات اللي كان ناسيها في المذاكره. ليه؟ لان هو بيمل على فكره. الاتنشن سبام او قدره الطفل على الشغل المتواصل في المذاكره هي ربع ساعه او ثلث ساعه، وبعد كده لازم يقوم يعمل حاجه. ده اي طفل طبيعي. لكن احنا اللي بنحاول نزنقهم يا حرام، ونقعد قافلين عليه كمان بعد ثلث ساعه لازم يعمل حاجه. فهو يطلب بقى الحمام، هيفتكر بقى الحمام، وهيفتكر الميه، وهيفتكر انه جعان وعايز يصلي وعايز يوضب دولاب، واصحابه اللي اتخانق معاهم، والقصص اللي من سنه، وتيتا اللي وحشته يعني. كل الحاجات دي هيفتكرها، بس ده طبيعي. ده الطفل ما فيش فيه مشكله، لان هو الاطفال بطبيعتها
بتبقى فيها نوع الطفل حركي هو الطفل اصلا حركي ده يقوم كل ربع ساعه يعمل حاجه كل ساعة نقوم نعمل ستريتشات ونرجع يلا بينا نقوم نحضر حاجه ناكلها اطوعه مفيش مشكله مشكلتي تبقى مع الطفل العنيد هو ده بقى اصعب طفل طيب اي طفل عنيد لو اديته اوردر مباشر هيعند زياده لازم الطفل العنيد يتعامل معاه بثقافه الاختيار تحب تذاكر عربي ولا تذاكر انجليش اوكي هو انا كده خليته هيذاكر بس هو هيختار يذاكر ايه ممكن يقول لك مش هذاكر في اطفال بجد طبعاً. عنيده لدرجه مرعبه طبعاً. ممكن يقول لك انا مش هذاكر اصلا دلوقتي طبعا اعمل يبقى ايه طيب هنختار بقى بدائل طيب يلا نبص على الساعه احنا هيبقى قدامنا 20 دقيقه هنذاكر فيهم مع بعض بعدين هنقوم نعمل اللي انت عايز تعمل. انت عايز تعمل ايه عايز تعمل كيكه عايز نلعب بالصلصال تيجي نركب بازل طيب هيبقى المذاكره هي الحاجه اللي احنا مضطرين نعملها عشان نوصل للهدف اللي ورانا فلازم يبقى في محايله الطفل صعب جدا اقناعه المذاكره حاجه صعبه على فكره يعني خلينا نعترف ان المذاكره حاجه صعبه قوي والله والمناهج دلوقتي بقت اصعب كتير والام اللي بتشتغل قضت نص اليوم بره وسائق عربيه ورجعت اتعصبت هي عايزه ترجع تخلص ميشن ممكن مش مع طفل واحد مع طفلين او ثلاثه فهي عايزه تمشي السيستم بسرعه فهي بتبقى عصبيه كل ما هي كانت اهدى كل ما احنا اديناهم بدايل طب ما تيجي تشرح لي على فكره اللعبه دي ساعات كتير قوي بتنفع مع الاولاد طب ما توريني كده بتتعمل ازاي اصلا انا مش عارفاها لما احنا بنمثل ان احنا يا حرام مش عارفين هما بيقتنعوا ان طب انا هساعدك طب ما تساعد اخوك اللي اصغر منك طب ما تذاكر له ده انت شاطر جدا وانا عارفه ان انت شاطر في الحته دي فممكن تذاكر له يعني هي لازم تكون مرتبطه بنشاط تاني هنعمله الطفل العنيد مش هيجي ابدا بالاوامر المباشره لازم هنحايل مره واثنين وثلاثه هنعمل بلانتي هنعمل بونص هنمدحه كتير ونديله ثقه في نفسه نكلم كده نقول لها الله ده كان حتى لو كان ذاكر 10 دقايق ده كان شاطر جدا وكان هادي وعمل التاسك اللي عليه كويس لما بنزود ثقتهم في نفسهم هم تلقائي بيحاولوا ان هم يزودوا لان اي حد في الدنيا عايز ايه؟ عايز يحس ان هو شاطر طبعا ان هو مرغوب فيه ان هو متفوق فالطفل العنيد لما بنمدحه في حاجات صغيره قوي بيبتدي ثقته في نفسه تقوى وبيبتدي يتحسن بس هو عايز شويه صبر وعايز شغل من اول السنه يعني مش فجاه يعني ما ينفعش وقت الامتحانات نحس ان الامتحان جت فجاه لا الاطفال عايزه ممارسه ومتابعه واعاده الاشياء كذا مره عشان نوصل بسلام لفتره الامتحانات طب حلو نرجع نتكلم في الجدول ونخصص فيه اكتر الدراسه يعني نزود ازاي نقسم الدنيا للولاد طيب اول حاجه لازم تبقى في مهام يوميه الطفل بيعملها بعيده خالص عن قصه الدراسه بيعلق هدومه بيوضب سريره بيغسل سنانه ونعمل عليها نقط بوينتس بيساعد ماما لازم يكون الطفل عنده وقت بتاعه عنده نص ساعه كل يوم هيعمل فيها اللي هو عايز يعمله بعيد عن ان انا اكون بمارس معاه ضغط انت هتعمل ايه المذاكره ده جزء من الجدول بتاعي والنقط دي بحط لها نقط وبجمعها اخر الاسبوع زي مثلا هقول له لو انت وصلت 50 نقطه 20 نقطه لو احنا لعبنا مثلا لعبه زي السلم والتعبان ساعات بنعملها كلوحه سلوكيه للاطفال بدل ما يلعبوا السلم والتعبان لا احنا بنمشي بيها بماجنت وكل حاجه صح تعملها بتطلع مربع لقدام لغايه لما نوصل عند 100 احنا بقى هناخد بونص والبونص مش لازم يكون حاجه ماديه لسه كنت هقول البونص فلوس ولا بلاش الكونسيبت البونص ده ممكن يكون خروجه مكان هنختاره هنروح عند تيتا هنسافر هنعمل حاجه مع بعض سوا الولاد كتير في منهم بيحبوا الحاجات اللي فيها كرييشن في المطبخ في اولاد بتحب المطبخ وتدخل وتعمل وتساعد فمش لازم يكون البونص حاجه ماديه هنروح نشتريها لان ده برضو بيزود عندهم ثقافه ان كل الحاجات بتشترى اوكي مش حاجات ماديه فده دي من النقط اللي بتبقى مهمه قوي طيب لما يتعاقب بدل ما زعق واتعصب طب خلينا بص يلا بدل ما طلعنا بوينت هنرجع 2 بوينتس فهو هيبقى هنا عارف ان الخساره هتبقى في الحاجات اللي هو تعب فيها بس النقطه دي محتاجه حاجتين رقم واحد ان احنا ما بنحركش البوينتس لوحدنا يعني لا هو ينفع يلعب في الجدول لوحده ولا برضو ماما لما تتعصب طب اهو لازم نكون سوا ونسال كل مره احنا ايه الصح اللي عملناه وايه الغلط اللي عملناه والجدول ده يبقى في حته ظاهره هو شايفها يعني متعلق في مكان واضح بالنسبه له في اوضته وزي تشيك ليست كده بنعلمه وبنجمع بيه نقط كتير قوي من الاولاد لما بنحط لهم سيستم الامور بتبتدي تمشي الرياضه من اكتر الحاجات المهمه في حياه الاطفال لانها اولا للطفل الحركي هي بتطلع كتير من المجهود بتاعه من سن ايه من سن سنتين من سن سنتين السباحه يتعلم سباحه هيروح حتى لو تمرين جماعي يعني انا فاكره كويس قوي ابني صغنن كان صغير قوي بس هيقدر يخش ويلعب ويجري ورا اي حاجه مفيش مشكله طول ما هو قادر يروح ويجري ويلعب يروح احنا خلصت فقرتنا دكتور بجد استفدت منك كتير قوي والله ان شاء الله وهند استفادت بس والله وان شاء الله صعبه وشقه دي حقيقه ان شاء الله يكونوا كمان مشاهدينا ان شاء الله استفادوا من كل اللي قلناه خلصت دلوقتي فقرتنا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا استنونا